في حلقات لا شيء مما سبق أتحدى الجمهور بأن يتوقع ما يمكن أن تكون نتائج التجارب المذهلة التي أقوم بها. ماذا يمكن أن يحدث؟ أيهما ستقاوم؟ سأجلب العلوم إلى الشارع والحانات والنوادي وإلى كل المدن والقرى لنكتشف معا سبب تفاعلات هذه المواد. مكنسة كهربائية واحدة فعلت ذلك. أريدكم أن تشاهدوا أمرا ما. لدينا قنينة؟ حسنا، بداخلها فلينة، أخرجها. لديك مجموعة أدوات. لدينا سيخ؟ حسنا. لدينا مضخة نبيذ. وثالثا، هل يمكنني استعمال هذا الكيس؟ نعم بالتأكيد. إذن لدينا كيس بلاستيكي. وأخيرا الغرض الرابع هو فتاحة النبيذ. لدينا أربع أدوات لنحاول إخراج الفلينة من داخل القنينة، وسأقول لكم إن إحدى تلك الأدوات قادرة على إخراج الفلينة من داخل القنينة من دون كسرها. أي أداة ستختارون؟ أنا أعرف ماذا سأختار. أنا سوف أختار السيخ. لن أبقى خارج اللعبة، سأختار تلك. سأختار يبدو خيارا ذكيا. إذن لقد اختار المتطوعون السيخ المعدني، مضخة النبيذ والكيس البلاستيكي، لكن لم يختر أحد فتاحة النبيذ. لم أقدر بأن الأمر سيكون هكذا. يبدو أنه أكثر صعوبة مما كنت أظن. نعم. حسنا، لم أنجح بذلك. حاول. إذن لم ينجح السيخ بإخراجها. ماذا عن المضخة؟ أعجبتني بالتأكيد. حسنا حسنا، لا أظنها دخلت بالكامل. هل تقوم بذلك؟ حسنا، إنها تقوم بذلك لكن ليس بالشكل الكافي. استمر بالمحاولة. أشعر بقوة بالسحب، لا أظن أنها كافية لإخراجها. يجب أن تجرب ذلك، فتاحة النبيذ إذا أردت. إذا لم تنجح المضخة بذلك، لنجرب الآن فتاحة النبيذ. لن تتسع الفتاحة هناك، لن تتخطى هذا الحد. حسنا، لن تنجح بذلك. إذا لم تنجح فتاحة النبيذ بذلك أيضا. ماذا عن كيس التسوق؟ حسنا، دعونا نرى ماذا سيحصل. حسنا، بعدما فشلنا بالتجارب الثلاث السابقة، لدينا الآن الكيس البلاستيكي. سأحاول إدخالها في الكيس. لقد غيرت الأسلوب بالكامل. يبدو أنها لن تنجح جميعها، لكن بقي لدينا تجربة أخيرة. لقد اقتربت إلى حد كبير. انظروا ما الذي سيحصل. لست جادا بما تقول. وتخرجها بهذا الشكل. هل أنت جاهز؟ ها هي تخرج. إنها تقترب. أرأيتم؟ لا أصدق. الكيس هو الذي أخرجها. إذن الجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو أن الكيس البلاستيكي هو الذي استطاع إخراج الفلينة من داخل القنينة من دون كسرها. إذا استعملنا المكبر لرؤية سطح زجاج القنينة، وإذا نظرنا عن قرب إليه، نرى أن الزجاج خشن جدا. حسنا، هذا حال الفلينة أيضا، لذلك تعلق بشكل محكم عليه. لكن إذا خففنا نسبة الاحتكاك الموجودة بين الفلينة والزجاج بواسطة غرض ناعم، سنتمكن من انتزاعها بواسطة الخاطف الهوائي، وها هي تخرج. أنا لست من محبي التسلق، لكن التجربة المقبلة ستكون استثناء. سأستخدم حائط التسلق الذي يبلغ طوله 9 أمتار لاختبر إن كنت قادرا على تحويل مادة هشة جدا إلى مادة قاسية ومتينة. أترون هذا الحبل؟ نعم. ما الوزن الذي يمكن أن يحمله؟ شاحنتان صغيرتان. شاحنتان؟ أجل، شاحنتان. سنلعب إذن لعبة شد الحبل. دعوني أريكم شيئا. هذا حبل مختلف، انظروا إليه. اسحبوه، شدوه. هل يذكركم بشيء ما؟ بورق المرحاض. بورق المرحاض، نعم، إنه نسيج ورق المرحاض. الآن إذا نظرتم هنا فسترون أنه مصنوع من نفس النسيج بالضبط. نعم، صدقوني، إن هذا الحبل مصنوع من ورق المرحاض. لقد لف بعناية شديدة بهذا الشكل، وصنع خصيصاً ليكون سهل الذوبان. سأتسلق الحائط بواسطة هذا الحبل. إلى أين يمكن أن أصل قبل أن ينقطع الحبل؟ إلى 4 أمتار. جيد. قد تصل إلى منتصف الطريق إذا قمت بذلك بسرعة. لن تستطيع التسلق لأنه سينقطع. حقا؟ أجل، لدينا من يقول قدمين فقط، وهناك من يقول إنني لن أستطيع التسلق أبدا. دعونا نكتشف ذلك، اربطوني الآن. السؤال هو، ما هي المسافة التي سأتسلقها بواسطة هذا الحبل المصنوع من ورق المرحاض قبل أن ينقطع؟ هل سينقطع الحبل مباشرة؟ هل سأتمكن من التسلق 4 أمتار فقط؟ هل سأتمكن من الوصول إلى منتصف الطريق؟ أم سأتسلق إلى الأعلى من دون أن ينقطع الحبل؟
رأينا سابقا مع فريق التسلق حبلا مصنوعا من ورق المرحاض فقط. سؤالي لهم هو: ما هي المسافة التي سأتسلقها على حائط التسلق قبل أن ينقطع الحبل؟ هل سينقطع الحبل مباشرة؟ هل سأتمكن من التسلق بضعة أمتار فقط؟ هل سأتمكن من الوصول إلى منتصف الطريق؟ أم سأتسلق إلى الأعلى من دون أن ينقطع الحبل؟ أنت مربوط وأنا مربوطة، سننطلق. إن إجراءات الوقاية مهمة جدا في هذه الحالة لأسباب واضحة بالطبع، وهي أننا لا نعرف مدى قدرة هذا الحبل المصنوع من ورق المرحاض على تحمل الوزن. ذراعان قويان، سيتمدد الحبل. جاهزون؟ هيا. يبدو أنه لم ينقطع فور التقاطه، لذلك أنا في طريقي إلى الأعلى. لقد قطعت بضعة أقدام فقط. لا أصدق أنني أقوم بذلك، لقد صمد الحبل حتى الآن. هل سأتمكن من الوصول إلى الأعلى؟ إنه أمر مذهل، بقي الحبل المصنوع من ورق المرحاض على حاله، لقد بقي صامداً إلى منتصف الطريق. هذا صحيح، هيا إلى الأعلى. هيا إلى الأعلى. ها أنا أصل إلى القمة ويتمدد الحبل. أنت في القمة. لقد نجحت سيداتي سادتي. هيا، هذا رائع. لقد نجحت. الجواب الصحيح هو الجواب الرابع، وهو أنني استطعت الوصول إلى القمة بواسطة هذا الحبل ولم ينقطع. ما سبب مقاومة هذا الحبل؟ لأنه مجدول؟ لأنه ملفوف. انظروا إلى هذا الجزء من ورق المرحاض، إنه يتكون من ألياف غير مكدسة، وبهذه الحالة سيتقطع بسهولة، لكن حالما تبدأون بلفه وضغطه تقترب هذه الألياف لتشكل حبلا طويلا جدا ومتينا. يصنع ورق المرحاض كباقي أنواع الورق من ألياف الشجر. تأخذ هذه الألياف شكلاً فضفاضاً عندما تكون الورقة رقيقة ومسطحة. عندما يجدل أو يلف ورق المرحاض تتكدس الألياف جنب بعضها بعضاً وتتحول إلى حبل مصنوع من ألياف الشجر. تساند الألياف القوية الألياف الضعيفة، ولهذا تصبح متينة وقادرة على حمل الأوزان. سننتقل من تجارب الكتل الصغيرة إلى التجارب على الصخور. كيف يمكننا التعرف على حجر الألماس المزيف؟ مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ أهلا بكم في ماكس بون. أريد أن أقوم برهن الألماس، هل هذا ممكن؟ أجل. بالتأكيد. لدي حجرا ألماس، أحدهما مزيف والثاني حقيقي، اشرح لي المزيد عنه. إنه جميل جدا، يتميز بلونه الخاص. لدي أخبار سيئة لك. أوافق؟ ليس حقيقيا. انظر إليه من هذه الجهة، يبدو كأنه قطعة زجاج، إنه شفاف تماما. إذن أحد حجري الألماس مزيف، إنه مجرد تقليد. هذا صحيح. أريد أن أقوم بتجربة لأختبر بنفسي كيف سأفرق حجري الألماس الحقيقي من المزيف. يبدو أنك ستقوم باختبار جديد، ليس لنا علم به. يمكنك قول ذلك. أريدكم أن تلقوا نظرة لتعرفوا ما لدي داخل هذه الحقيبة. هذه المادة التي ترونها هناك هي في الحقيقة سائل الأكسجين. لدي وعاء هنا لسكبه، ولدي طوبة أيضا. سأقوم بتسخين الجوهرتين هناك على الطوبة، وسأضعهما بعدها في الأكسجين السائل هناك. ما الذي سيحدث؟ أعتقد أن الحجر المزيف سيغير لونه في البداية. حسنا. ويمكن أن يتبخر بعدها. نعم. لكن سيبقى حجر الألماس على حاله لأنه المادة الأصلب. لهذا السبب لن يتأثر؟ صحيح. ما رأيك أنت؟ الحجر المزيف سيذوب والحقيقي لن يتأذى. ما الذي سيحدث عندما أقوم بتسخين حجري الألماس المزيف والحقيقي وأسقطهما بعدها في وعاء الأكسجين السائل؟ هل سيغير الألماس الحقيقي لونه؟ هل سيحترق حجر الألماس الحقيقي ويتأذى؟ سيغير الحجر المزيف لونه؟ أم سيحترق الحجر المزيف ويتأذى؟ إذن ما الذي سيحدث عندما أقوم بتسخين حجري الألماس المزيف والحقيقي وأسقطهما بعدها في وعاء الأكسجين السائل؟ إنه الأكسجين السائل. إنها مادة شديدة البرودة، تغلي على حرارة 297 فهرنهايت تحت الصفر، وما ترونه هنا هو عملياً غليان الأكسجين لأنه على درجة حرارة الغرفة. لنقم بتسخين الحجرين. الألماس عبارة عن مادة الكربون التي عرضت لدرجة كبيرة جداً من الضغط والحرارة حتى أصبحت المادة الطبيعية الأكثر صلابة على سطح الأرض. هناك بعض الأمور التي لا يمكنكم رؤيتها في المتجر، وما ترونه هنا هو أحد تلك الأمور. أنتما جاهزان؟ دعونا نسقط الحجرين في الوقت نفسه. ألقيا نظرة. انظرا. انظروا إلى هذه الألوان. ألقي نظرة عليه. انظر ما الذي يحدث. إنه يتراقص. نعم، هذا صحيح. يبدو أن أحد الأحجار يتفاعل بشدة مع الأكسجين السائل، ويبدو أنه يحترق وينهار وسوف يختفي في النهاية. ماذا حدث هنا للتو؟ احترق أحد الحجرين وبقي الثاني على حاله. دعونا نزيل الحجر المتبقي من داخل الوعاء. أي حجر هو الذي بقي؟
لا يبدو أنه حجر الألماس. هذا ليس ألماساً بالتأكيد. ليس حجر الألماس، إنه الحجر المزيف. هذا مؤكد. المقلد، هل صمد؟ وماذا حصل لحجر الألماس؟ لقد ذاب، اختفى. لقد احترق، لقد أحرقنا حجر الألماس. رائع. إذن الجواب الصحيح هو الجواب الثاني، وهو أن حجر الألماس سيحترق ويتدمر كليا. لكن كيف يمكن أن تختفي المادة الأكثر صلابة على سطح الأرض بهذه السهولة في وعاء الأكسجين السائل؟ حسنا، نحن جميعا نعلم أن الأكسجين هو ما يغذي الحريق، لكن الألماس بالتحديد معرض للاحتراق في حال تسخينه وتعريضه لتركيز عال من الأكسجين. إذن عندما نسخن حجر الألماس ونسقطه بعدها في سائل الأكسجين الصافي، فسوف يحترق بغض النظر عن درجة الحرارة المنخفضة. عندما يحترق حجر الألماس يلتقي الأكسجين مع الكربون ليشكلا ثاني أكسيد الكربون، وبهذا يتبخر الألماس. لكن الحجر المزيف صمد لأنه غير مصنوع من الكربون. إذن لقد بخرنا حجر الألماس للتو. مدهش، لقد دمرت حجر الألماس للتو. أما الآن فسوف أقوم بتفجير هذا الموقع العسكري المزيف بقذيفة باليستية. سوف أظهر بمساعدة بعض المتطوعين القدرة التفجيرية لبعض المواد التي تعتبر مسالمة. هل يمكنكم ملء ثلاثة أرباع هذه العلب على حدة بالخل؟ من فضلكم. لأظهر قدرة هذه المواد سأضعها معا في علب بلاستيكية صغيرة. سأضع القليل من كربونات الصوديوم في كل واحدة منها. إن كربونات الصوديوم هي المادة التي تستعمل لصنع الكعك والحلويات، لكن إذا أقفلنا عليها مع الخل يمكن أن تحدث انفجارا ضخما. خذوا كل واحدة من هذه العلب على حدة. كل ما سنقوم به هو أننا سنضع الغطاء على الكبسولة. حسنا، هيا سأضع النظارات الواقية إذا سارت الأمور بشكل سيء. حسنا أنا جاهز. أعي جيدا ما يمكن أن تفعل هذه المواد، ولذلك لن أخاطر بنفسي أبدا. مذهل. الآن أريد أن أقوم بذلك على مقياس أكبر. هل أنتم جاهزون؟ نعم. تبدو قلقا. عندما أنتهي من التجهيز الجدي لهذا الاختبار وبعد أن يبتعد الجميع إلى مسافة آمنة، سأضاعف كمية كربونات الصوديوم بـ300 مرة مقارنة بتجربة السابقة، وسأمزجه مع الخل وسأضع الخليط في أسطوانة غاز فارغة، وبعدها سأغلق على المزيج بغطاء سريع النزع وسأربط أسطوانة الغاز بحبل. سنحاول أن نطلقها هذه المرة من تلك. هذا رائع. هذا رائع. إنها ثقيلة. لكن ما أريد معرفته، ما هو الارتفاع الذي ستصل إليه أسطوانة الغاز عندما نطلقها في الهواء بعدما خلطت هاتين المادتين مع بعضهما بعضا؟ لن تقطع مسافة كبيرة، سترتفع بضعة أقدام. إذن بضعة أقدام فقط. لا أوافق، أعتقد أنها ستنطلق إلى الأعلى لتصل إلى قمة أوتيل سيركس. إلى قمة سيركس سيركس؟ لا. أعتقد أنها ستمتلك قدرة متوسطة، يمكن أن تصل إلى خطوط الطاقة. إلى خطوط الطاقة؟ أم إلى قمة أوتيل سيركس السيركس أم إلى بضعة أقدام فقط؟ أعتقد أنها ستولد ضغطاً ويمكن أن تحلق بعيداً، أو قد ترتطم بطبقات الغلاف الجوي. حسناً، أنت متأكد مما تقول؟ لنكتشف الأمر معاً. يزن هذا الصاروخ المصنع منزلياً حوالي كيلوغرام واحد. إذن ما هو الارتفاع الذي سينطلق إليه؟ بضعة أقدام فقط؟ أم سيصل إلى خطوط الطاقة حوالي 35 قدماً؟ أم سيصل إلى قمة أوتيل سيركس سيركس حوالي 300 قدم؟ أم سيصل إلى الطبقات الجوية أكثر من 30,000 قدم؟ خذي هذه. يبدو الجميع متوتراً. تبدون قلقين. بالتأكيد. هل تريدون القيام بذلك حقا؟ أجل. جاهزون؟ ثلاثة، اثنان، واحد. مذهل. 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 انظروا إلى الارتفاع الذي وصل إليه. يا إلهي. له من انطلاق. انظروا، إنه أمر مدهش حقا. هذا مذهل. بسبب كربونات الصوديوم. رائع. تصوروا هذا. أحسنت عملا. رائع. إنه أمر مدهش حقا. لقد استطاع الصاروخ المصنع منزلياً الانطلاق إلى ارتفاع 300 قدم تقريباً. لقد وصل إلى قمة أوتيل سيركس سيركس. رائع، لدينا رابحة هنا، أنت محقة. هذا رائع. هل تعرفين سبب ما حدث؟ الضغط الكبير. بسبب الضغط الموجود بداخلها. هذا صحيح. في الواقع هذا علم الصواريخ. إن سبب ازدياد الضغط في الأسطوانة المعدنية يعود إلى التفاعل الكيميائي نفسه الذي حصلنا عليه سابقاً في العلب البلاستيكية الصغيرة. إن الخليط المكون من كربونات الصوديوم والخل يكون غاز ثاني أكسيد الكربون في النهاية، وهو الغاز الذي يملأ سريعاً المساحة الموجودة في الداخل ليزيد الضغط تدريجياً.
إذا عندما نطلقها تخرج من فجوة صغيرة ويتزايد الضغط تدريجيا بداخلها، لكن هناك ما يقاوم حركتها. صاروخ. ينطلق الصاروخ في الهواء، لكنه يواجه شيئا وحيدا الآن، وهو مفعول الجاذبية الذي يسحبه إلى الأسفل. هل تودون تكرار التجربة؟ يمكننا الذهاب. إنه يرتفع. لا يعقل. كل هذا بسبب كربونات الصوديوم. هذا رائع. رائع. رائع.